قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من المفارقات الغريبة أن أوضح الأشياء للإنسان التي لا يشك فيها ولا تجد أحدا ينكرها نظريا يخالفها الناس في العادة. يعني لو أنك سألت أي إنسان هل الصدق شيء جميل؟ هل الكذب شيء قبيح؟ هل عمل الخير من الأمور المحببة لدى الإنسان؟ إذا سألت عن الفضائل فلا يوجد أحد ينكرها. يعني في أحد يقول كذب هو الصح والصدق خطأ، أو يقول أن عمل الخير ومساعدة الناس والتعاون مع الناس هي أمور غير جيدة؟ أبدا، لأن هذه الأمور مودعة في ضمائرنا من جهة، ولأنه لا يستطيع أحد أن ينكرها إلا والناس يضحكون عليه. يعني إذا طلع الآن واحد هو كذاب درجة أولى لكن يدعي الصدق، بس إذا يوم من الأيام إجا قال ليش إحنا لازم نصدق؟ لا، الكذب شيء زين، مو مشكلة. حتى أن الملحدين الذين ينكرون أن الديانات هي التي جاءت بالأخلاق، وينكرون أن الأخلاق أمور مودعة في ضمائر الناس، حتى هؤلاء لا يستطيعون أن ينكروا أن الأخلاق أمور جيدة لا بد من الالتزام بها. حتى هؤلاء، مع أنه يقول الأنبياء والديانات ما جاءت بالأخلاق، والأخلاق مو مودعة في الإنسان، ومع ذلك فإنهم لا ينكرونها. لكن في الواقع العملي نجد أن الناس يتنكرون لما لا ينكرون، فهو لا ينكر الصدق لكن يتنكر للصدق. وأعتقد أن ربنا عز وجل يوم القيامة حجته كاملة على جميع الناس بسبب هذه المفارقة. يعني أن الإنسان يقول الصدق أمر جيد لكنه يكذب، يقول أن العدل أمر ضروري لكنه يرتكب الظلم ويرتكب الجور. يعني هذه أمور بسيطة أولية واضحة للجميع، إلا أن المفارقة أن كثيرا من الناس عمليا لا يلتزمون بها. مثلا ربنا في هذه الآيات المباركات يخاطب الناس، وليس الذين آمنوا فقط: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الناس، إما معنى هذه الآية أن الله خلقنا من آدم وحواء ذكر وأنثى، أو أن نحن الذين جعلنا الذكر ذكرا والأنثى أنثى. هذا الأمر له ربط بإرادة الرب وليس له اختيار عند الناس. لا أنت اخترت أن تكون رجلا، ولا المرأة هي التي اختارت أن تكون امرأة، فربنا هو الذي يختار جنس الإنسان.
أي أن يكون ذكراً أو أن يكون أنثى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي العادة أن الذكورية والأنوثة هي أمور ماشية بين الناس. ربما بعض الشذوذ يغير من جنسيته، المرأة تحول نفسها إلى رجل، الرجل يحول نفسه إلى أنثى، لكن هذه حالة شاذة. في 7 مليارات من البشر على وجه الأرض، إذا كان نصفهم من الذكور ونصفهم من الإناث فإن هذا أمر يبقى من أول الولادة إلى حين الوفاة، ما يتغير إلا ما عدا شذوذ 10 20، قول 100، قول 1000، قول 10,000 واحد بين 7 مليارات من البشر. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذه القضية ما لها ربط بكم، فما في امتياز. أنك رجل لك امتياز على الأنثى، وأن تلك الأنثى لها امتياز على الرجل، لا، ما لها ربط، لأنه مو اختيارك، إنما هو اختيار الله عز وجل. نعم هنالك أمور ترتبط بالرجال وأمور ترتبط بالنساء، بمعنى آخر أن لكل واحد من الجنسين دوره، مثل ما النجار هو الذي يصنع الباب أو يصنع الشباك، يعني النجار هو الذي يختار، مو الباب يختار أن يكون باب والشباك يختار أن يكون شباك، لكن وظيفة الباب تختلف عن وظيفة الشباك، مورد الباب غير مورد الشباك، كل واحد في مكانه، وكل واحد وجود ضروري وأساسي، يعني ما في امتياز، لكن كل واحد في مكانه ضروري وأساسي. الآن إذا ما في رجل ما في تناسل، لأن الله يخلق الإنسان من الذكر والأنثى. في عهد الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرأة مجرد ظرف وعاء، الأصل هو الرجل، يعني أن نطفة الرجل تودع في رحم المرأة، المرأة ما لها دور، مجرد وعاء، فالأولاد أولاد الرجل مو أولاد المرأة، كانت هذه عقيدتهم. لكن اليوم نعرف أنه لا يمكن أن يخلق طفل وأن تتكون نطفة إلا من حوين الرجل وبويضة الأنثى، يعني كلاهما شريك في صناعة الأطفال. إذن دور المرأة ضروري وأساسي، فإذا لم تكن هنالك امرأة، أو لو افترضنا أن جميع النساء متن في لحظة واحدة، فالشهاب إجا من السماء، كان عادة يقضي على النساء وليس على الرجال، جيل ثاني ما راح يكون عندنا، جيل ثالث ما راح يكون عندنا، خلاص البشرية تتوقف، لأن الرجل وحده لا يمكن أن يحمل، لا يمكن أن يرضع. هذا التكوين مو تكوين الأنثى، لو كل الرجال تجمعوا فلن يؤدوا دور امرأة واحدة فيما يرتبط بالحمل وبالرضاع وما شابه ذلك. يعني دور الأمومة هي خاصة بالمرأة، كما أن دور الأبوة خاص بالرجل. ربنا هو الذي خلق الرجل وجعله رجلا واختاره وصوره، وهو الذي اختار الأنثى وصورها، الخلق منه والتصوير منه، هو المصور وهو الخالق، فما في امتياز لأحد على أحد. الآن أنا بشرتي مثلا بشرة بيضاء، بشرت شخص آخر بشرة سوداء، إلي امتياز عليه؟ وأنا ما اختاريت أن أكون أبيض، ولا هو الذي اختار أن يكون أسود فيما يرتبط بجلده. ما ليس لنا اختيار فيه، سواء في اللون أو في الطول أو في الجمال أو في وسعة العينين أو ما شابه ذلك، لا امتياز لصاحبه على غيره، لأنه ما اللي اختار، وإنما كان اختيار الله عز وجل ولأهداف معينة لا نعرف بعضها ونعرف بعضها. المهم أن الخلق هو بيد الله. يا أيها الناس، مو فقط المؤمنين، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الذكر خلق الله والأنثى خلق الله.
أو إنا خلقناكم من آدم وحواء من رجل ومن امرأة. يعني أكو عندنا إنسان على وجه الأرض مو من آدم وحواء؟ ما عدنا ما عدا آدم نفسه اللي ما إلى آدم قبله، هذا مو من آدم وحواء، وكذلك حواء، لكن بقية الخلق كلهم من آدم وحواء. هسه يجي فرد واحد يفتخر بنسبه، يعني نسبك شنو؟ الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، كما يقول الإمام علي في أبيات مفصلة من جملة هالبيتين. الناس من جهة التمثال أكفاء، يعني بالنتيجة عينين أذنين يدين رجلين رأس واحد. إذا طلع طفل بدل عينين عند ثلاثة هذا مشوه، إذا بدل أيدي ثنتين عند ثلاث أيدي أربعة أرجل ثمانية آذان هذا خلق مشوه، لكن من جهة التمثال أكفاء مثل بعض، أبوهم وآدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. يفتخرون بشنو؟ يفتخر بالطين، يفتخر بالماء. وربنا خلق آدم من حمأ مسنون، طين أسود، طين أسود. شفت مجموعة من الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية، هذول مسلمين راسمين تصورهم للأنبياء، كل الأنبياء أسود، كلهم زنوج، لأن ربنا يقول من حمأ مسنون طين أسود، فالأصل هو هذا السواد، الأسود هو الأصل، الأبيض هو نوع من الشذوذ في ذاك. يقولون ما دام آدم كان أسود إذن البقية أيضا كلهم سود، كلهم زنوج. شكو عند هذا الأبيض يجي يفتخر على الزنوج ويعتبر نفسه أعلى من عدهم ويريد يتحكم في مصيرهم؟ ما دام ربنا خلق آدم اللي هو أصلنا وأبونا وجدنا كلنا من حمأ مسنون. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. هنا ما يستخدم كلمة خلق، مو خلقناكم شعوب، جعلناكم شعوبا وقبائل. إذن أكو فرق، يعني رجال ومرأة، الرجل أو الذكر يشبه الأنثى والأنثى تشبه الذكر في 90-95% من جسمها، 5% الفرق، لكن هاي 5% سوت الأنثى أنثى والرجل رجل. نجي إلى الشعوب والقبائل. الشعوب عادة ترتبط بالأرض، يعني منطقة يعيشون فيها، الشعب الألماني يعني اللي يعيشون في جرمني في ألمانيا، الشعب البحريني بحراني اللي يعيشون في البحرين. القبائل إلى ربط بالأصل بالعرق، يعني من هذا الجد الأعلى صار عندهم فرد عرق معين، هذه قبيلة قريش، هؤلاء بني أمية، هؤلاء بني هاشم، هؤلاء بني عثمان، هؤلاء بني عباس، هذه القبائل. بعضهم قال الشعوب إلى ربط بغير العرب والقبائل إلى ربط بالعرب، أنا أعتقد الشعوب لها ربط، يعني هالكلمة ترتبط بالأرض كما أن القبائل ترتبط بالأصل العرق الدم حسب التعبير، ذاك يرتبط بالأرض وهذا بالدم، الشعوب والقبائل. زين، هذا التنوع شغل الله. مبدئيا خلنا نعرف الله الحكيم العليم الخبير هو الذي خلق هذا التنوع وجعل هذا التنوع. هذه من آيات وجود الله، اختلاف الألسن إلى ربط بالعقول، واختلاف الألوان إلى ربط بالأذواق. ربنا خلق اللغات المختلفة وجعل الإنسان قادرا على أن يتفاهم مع أخيه الإنسان بحسب اللغة، وأيضا ربنا هو الذي خلق أذواق، وبمقدار ما خلق الله رؤوس خلق أذواق، كل واحد له ذوقه. ما أقدر أنا أميز واحد أرفع واحد على واحد ثاني بسبب لغته،
لأن يتكلم عربي، فإذا هذا أرفع من بقية الشعوب، أو فارسي أو إنجليزي أو ألماني، هذه لغة أي واحد يقدر يتعلمها، شنو هذا الامتياز؟ هذا شغل الله، هذا التنوع شغل الله. الآن ليش رب العالمين خلق هذا التنوع وهو الحكيم؟ الله كان يقدر يخلق كل الناس مثل بعض، كلهم أحلى ما يكون، كل النساء يخلقهم ملكات الجمال، وكل الرجال يخلقهم في طول فاره وجمال متناسق، كان يقدر، بس رب العالمين ما أراد، لأن لهذا التنوع غرض وفي هذا التنوع حكمة. أولاً السبب لأن الإنسان لابد أن يمتحن بالإنسان، للامتحان للابتلاء رب العالمين خلق الناس مختلفين في أمور كثيرة، حتى في أذواقهم مختلفين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أنا فتنة الآخر والآخر فتنتي، إحنا امتحان، الله يريد امتحاننا، شلون يريد امتحاننا؟ الآن إحنا نشوف هذا الشيء اللي إحنا قلنا كلش واضح، تسأل أي واحد يرى نفسه أعلى من بقية الناس، لو تسأله هل رب العالمين جعلك أعلى أو أنت تشبه الآخرين، يقول لا أشبه الآخر، مثل ما أي إنسان ثاني يتكون من نطفة، أنا متكونت من نطفة، فإذا أنت ما عندك امتياز بأنك من هذا الشعب، من هذه القبيلة، ولدت في هذه المدينة، لا، ليش تعد تميز نفسك عن الآخرين؟ اليوم إحنا ما نشوف في كثير من دول الخليج اللي يحمل جنسية تلك الدولة يتعالى على بقية الناس، شوف نفسه أعلى، يا وليش؟ أنت ما تقول إحنا متساوين ورب واحد خلقنا ومن آدم وحواء وولدنا مثل غيرنا، إيه صحيح، زين لعد ليش تميز نفسك؟ ليش تعتبر نفسك أعلى؟ الغربيين يعتبرون أنفسهم أعلى من البقية، 10,000 شخص هؤلاء غرقوا في مياه المحيط لأنهم أرادوا الانتقال من منطقة إلى منطقة، الجماعة ما يردون، ليه؟ لأن يعتبر نفسه أعلى، يعتبر نفسه أعلى، من شنو أنت أعلى؟ يعني في نطفتك أنت مختلف؟ لا، طريقة ولادتك مختلف؟ لا، أنت اللي اختاريت أن تكون في هذه الأرض؟ لا، أنت اللي اختاريت أن تكون عيونك زرق مثلاً وبشرتك بيضة؟ لا، فإذن ليش تتميز؟ هذا الامتحان، اللي يوم القيامة الله حجة كاملة على الناس، ماكو فرق غرب شرق أي دولة أي مدينة، أنا من هذه الأرض عندي هالجنسية فأنا أتعالى على غير اللي ما عنده هالجنسية، هذا غريب، هذا أجنبي، الله يقول كلكم متساوين، كلكم من آدم وآدم من تراب، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، هالتمايز هالتعالي هالتكبر هالعنصرية التي هي سبب عدم توازن الأرض، سبب حروب كثيرة، سبب كثير من المشاكل، هذه العنصرية مخالفة لهذه الحقيقة الواضحة التي يعترف بها الجميع، كلهم يعترفون بها، يعني أنت لو تمشي بالشارع حقيقة لأنه تحمل جنسية معينة وتشوف واحد ما يحمل هاي الجنسية في داخلك تتعالى عليه، أنت سقطت في الامتحان، هذا الامتحان رب العالمين أراده، أنت سقطت في الامتحان، ليش تشوف نفسك أعلى؟ والله عندي هالجنسية وهذا ما عندي هالجنسية، هذا أجنبي، أجنبي وطني، هذا من وين جاء؟ هذا من مطلع؟ هسه هذا قسم من عند اللي عادي، أما غير العادي العوائل التي تحكم وترى أن في عروقها دم أزرق ودماء الناس حمراء، أنا أعلى من عندك، هذا الولد لأنه من هالقبيلة الحاكمة يوم اللي يجي للدنيا في فمه ملعقة من ذهب، أول ما يجي للدنيا الراتب 3,000 دولار وهو بعد طفل صغير، أخذ 3,000 تدرس ما تدرس، عندك علم ما عندك علم، عندك أخلاق ما عندك أخلاق، تعرف تقرأ وتكتب ما تعرف، المهم أنت من أولاد الملوك، أنت من أولاد الأمراء، ولأن هذه العقلية موجودة يحدث الظلم والطغيان والعدوان،
يا عمي احنا بدنا نعيش في هذه الارض، لا انا اسلم من عندك جنسيتك. انت منو؟ انت منو تسلم الجنسيه؟ اصل الجنسيه شنو؟ فرد اختراع اجنبي غربي غلط في غلط، للتمايز للتعالي للتكبر. احنا نلعن ابليس لانه تكبر على الله، وهذا واضح التكبر والتعالي على الناس وسلب حقوقهم الاوليه. انا اللي اتخذ القرار مو انت، انا اتخذ قرار موتك، انا اتخذ قرار اراقه دمك، انا اتخذ قرار الحرب، انا اتخذ قرار السلم. انتو هيج، هذه مو مخالفه لهذه الحقيقه البسيطه الواضحه لهذه الايه الكريمه. الغريب مو مع الذين لا يؤمنون بهذا القران، الغريب اللي يؤمنون بهذا الكتاب ويعتبرون انفسهم هم الذين يطبقون هذا الكتاب. يا ايها الناس، انت واللي يولد في افريقيا، مجاهل افريقيا، غابات الامازون، ماكو فرق. يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا. ليش؟ لعدة اهداف. هدف لتعارفوا، واحد يكمل الثاني، تتعرفون على بعض، تعرفون بعض، تميزون بعض. هناك فرد نكتة يقولون، فرد واحد جاباني سأل فرد واحد عربي، قال انتو اشكالكم مثل بعض، شلون تميزون بعضكم عن بعض؟ قال والله احنا محتاجين فيكم، احنا نشوف اشكالكم مثل بعض، ماكو فرق، يعني نسخة واحدة تاخذها كل الصينيين الشكل. لان اكو في التغييرات بسيطة قليلة كذا، صار واحد يعرف ثاني ويميزه. شايف ذول اللي يولدون توم، كان في النجف اثنين اخوان توم، حتى نسوانهم ما كانوا قادرين على التمييز بيناتهم، الا يوم اللي واحد من عندهم يجيب اسمه، يعني كانوا يعيشون في بيت واحد، فاذا اجى هذا الاخ يدق الباب يقول ترى انا فلان، حتى زوجة اخوه تروح تتحجن من غير الاسم، حتى اصواتهم كانت متشابهه. اكو هالشكل ناس، بس هذا قليل، وحتى رب العالمين هم يبين انه احنا سوينا بعض الاختلاف بيناتكم لتعارف، لكي يكمل احدكم الثاني. جعلناكم شعوبا وقبائل للتنوع، والتنوع شيء جيد. الله خلق اذواق مختلفه، ولولا ان الاذواق مختلفه لكان كل الناس يلبسون نفس الشكل من الملابس، كلهم يلبسون نفس الحذاء جلكم الله، كلهم ياكلون نفس الطعام، كلهم يشترون نفس السياره، كلهم يبنون بيوتهم نفس الشكل. من سمات الحضاره التنوع، انه مختلف. التنوع بحد ذاته امر جيد. فاذا الامتحان والابتلاء اثنين، التنوع، وثلاثة التعاون والتكامل ما بين الناس. فإذا هذا الاختلاف مو للتمايز، وإلا التمايز بدون سبب خلاف الحكمة، وربنا حكيم، خلاف العلم وربنا عليم، خلاف الخبرة وربنا خبير. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. زين، ليش؟ وهو ما هو الميزان؟ اذا كونك ذكر مو سبب لامتيازك، المرأة وانثى مو سبب لتحقيرها من قبل احد، ان هذا من هالقبيلة من هذا الشعب، هذا ما يكون سبب للتمايز. اكو شيء سبب للتمايز؟ نعم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما هي التقوى؟ احنا عندنا الدين، في الدين عندنا الإسلام، وفوقه الإيمان، وفوقه التقوى، وفوقه اليقين. عندنا أربعة درجات. درجة الأولى الإسلام، من قال الشهادتين فهو مسلم، له ما على المسلمين وعليه ما عليه. أي واحد اللي يقول الشهادتين هذا إسلام. فوق الإسلام عندنا الإيمان.
الإسلام هو ظاهر ما يقوله الشخص أنا مسلم ويتشهد بشهادته. الإيمان يعني مصدق في داخل قلبه مصدق. يعني مرة فرد واحد قالوا له هناك بير، قال أكو بير، شاهد بأنه هنا بير. مرة واحد مصدق هنا بير، فإذا وصل إليه ما يخلي رجله داخله، لأنه مصدق. أنت يوم اللي مصدق هذا الكهرباء قد يكون قاتل، إذا لمست بأي عضو من أعضائك السلك العالي تموت، متخلي إيدك عليه. هذا إيمان، صدق. أعلى من الإيمان التقوى. التقوى يعني معرفة ما يريد الله، ما يرضى به الله، ما يغضب الله، والالتزام بذلك. هذا التقوى، يعني العمل بالواجبات وترك المحرمات، يعني الورع وأداء الواجبات تجمعهم يصير تقوى. فوق التقوى اليقين، اللي هذه مرحلة من مراحل متقدمة عند البشر. زين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم عند رب العالمين اللي تقوى أكثر. إذن هذه الآيات بيّنت ثلاث أسس مهمة. الأساس الأول أو الأصل الأول المساواة بين الناس. الأصل الثاني أن هذا التنوع الموجود هو للتعارف وليس للتنابز والاختلاف والصراع، هو للتعاون. الأصل الثالث أن ميزان التفاضل بين الناس هو التقوى. لكن مو أي تقوى، تقوى حقيقية. ليش؟ لأنه إن الله عليم خبير، لا يخدع الله عن جنته. يمكن أي إنسان يخدع صاحبه بأي شكل، يخدع الناس كلهم، يبين نفسه عالم مو عالم، طبيب مو طبيب، مجتهد مو مجتهد، مهندس مو مهندس، يمكن. لكن تقدر تزور على رب العالمين؟ هاي كلمة من كلمات الإمام الحسين، إن الله لا يخدع عن جنته. أنا دائما أقول لبعض الإخوة، بجواز مزور تقدر تنتقل من مكان لمكان وتسافر الكرة الأرضية كلها. أنت بشهادة مزورة تقدر تفتح لك عيادة وتعتبر نفسك طبيب، لكن بجواز مزور تقدر تدخل الجنة؟ لا. أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير، إن الله لا يخدع عن جنته. فالواحد يزور يوم القيامة ويدخل الجنة، هذا ما إن الله عليم خبير. يعني التقوى الأساسية هي الحقيقية وليست مظاهر التقوى. الأمر الآخر والمهم أيضا هنا أن نعرف أن الكرامة نوعين. كرامة عند البشر هذه مؤقتة، فالواحد الناس يرفعوه يجعلونه زعيما عليه، يصفقون إليه، يقومون إليه إذا دخل، إذا أجى في شارع يتوخرون عنه ممكن، لكن هذه مؤقتة. كرامة الحقيقية هي الباقية، وهي التي تكون عند الله، والتي لا يطلب صاحبها الامتياز على الناس. إذا صرت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صرت كريم على الله، مو لازم أبيع هذه الكرامة على الناس، أبيع هذا الشرف للناس. هذا بيني وبين ربي، بيني وبين ربي. الصالح الصالح ولا مرة يمدح نفسه، ربما يجي يقول أنا منه لسبب معين، بس مو أنه أنا إلي امتياز عليك لأنه أنا أتقى من عندك. النبي جالس على الأرض ودياكل على الأرض، فمرت امرأة قالت يا محمد إنك تجلس جلسة العبد. هاي الطريقة مع العبيد اللي يقعدون على القاع ويأكلون على القاع. طبعا أنا لأنه أكثر إنسان يعبد الله فأكثر إنسان عندي تواضع، فأمشي وأروح وأجي مثل العبيد. ما يطلب امتياز. امتياز الحقيقي هو الامتياز الذي عند الله والذي لا يبينه صاحبه، وهو الامتياز الباقي. عندنا طبعا روايات كثيرة في مجال هذا المجال بالذات، اللي من أوضح الأمور في الإسلام، اللي مع الأسف كثيرون ممن يدعون ذلك لا يعملون به. النبي حينما فتح مكة المكرمة جاء وأخذ بعضادة الباب وقال
الكلمة المعروفة نصر عبده وإلى آخره، ثم قال: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها. أنا من فلان عشيرة الحاكمة، هذه نخوة الجاهلية بصريح عبارة النبي، وتفاخرها بآبائها. إن العربية ليست بأب والد، العربية لغة العربية مو أب، وإنما هي اللسان الناطق، فمن تكلم به فهو عربي. شنو هذا الامتياز؟ هذا مو أبوك، لأن كانوا يفتخرون بالعربية، وإلى الآن أكو ناس اللي يؤمنون بالقومية العربية، مثل ما القومية العمانية، مثل ما القومية الفارسية، مثل ما القومية التركية، إلى الآن شعوب بأكملها مع الأسف الشديد هذه تفتخر أنها قومية معينة، إن هذا القوم وجعلناكم شعوبا وقبائل، ماكو من هالقبيلة من العرب. صلى على محمد وعلى آله. إن العربية ليست بأب والد، وإنما هي لسان الناطق، فمن تكلم به فهو عربي. أما إنكم من آدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. في حديث آخر عن المستقبل قلنا إن الله يوم القيامة يحاكم الناس في أمور على قضايا واضحة لا ينكرها أحد. الصدق زين إيه؟ ليش كذبت؟ الأمانة زينة إيه؟ ليش خنت؟ التكبر شيء مو زين إيه؟ ليش تكبرت؟ التفاخر بأنك من هذا القوم أو من هذا الشعب أو من هذه القبيلة، هذا الشيء بيدك كان؟ لا مو بيدي، إذن ليش تفاخرت على الناس؟ يقول النبي إن الله يوم القيامة يقول: أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه ورفعتم أنسابكم فاليوم أرفع نسبي. أنتم بالدنيا رفعتوا أنسابكم، يأتي الأمير إلى الدنيا من هذه القبائل الحاكمة وفي فمه ملعقة من ذهب والبنية أميرة، ويتفاخرون على الناس ويتكبرون على الناس ويصادرون حقوق الناس باسم أننا من هذه القبيلة. زين، ربنا يقول في يوم في الدنيا رفعتم أنسابكم فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا نسب الله بتعبير النبي. الإمام السجاد يقول إن أحبكم إلى الله، تريد تكون محبوب عند الله؟ صدق، هل جلست مع نفسك مرة قلت أنا أريد أكون محبوب عند الله، مكرم عند الله، عزيز عند الله؟ ده يبين لك الميزان والمقياس. إن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله أعظمكم فيما عنده رغبة. عندك رغبة فيما عند الله، في ثواب الله، في جنة الله، في رضا الله. وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية بالله، بمقدار ما تخاف من الله بمقدار ما تكون بعيد من عذاب الله. وإن أقربكم إلى الله أوسعكم، وإن أقربكم عند الله أوسعكم خلقا، وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف، الأحسن والأعظم والأنجى والأقرب والأرضى والأكرم، ست صفات ذكرها الإمام السجاد سلام الله عليه فيما يرتبط بعلاقتك بربك. شوف بعد ياهو من هاي الصفات عندك وش قد عندك من عدها، وتحاول شوية تصير أحسن وتزداد. إذن أولا ربنا هو الذي اختار أن يكون الذكر ذكرا والأنثى أنثى، الله خلقنا هكذا وأراد هكذا لحكمة من الحكم، لكي نتكامل، لكي نتعاون، لكي يمتحن بعضنا ببعض، وجعلنا شعوب وقبائل للتعارف لا للتنابذ، وجعل الميزان والمقياس هو مقدار التقوى. حديث جميل، كان سلمان الفارسي المعروف الفارسي سلمان المحمدي جالسا مع نفر من قريش في المسجد،
فأقبلوا ينتسبون ويرفعون من أنسابهم. ترى مو سهل تغيير نفوس الناس. في الجاهلية كانوا يفتخرون بالأنساب مثل ما الآن الجاهلية الحديثة أيضا يفتخرون بالأنساب ويتميزون بالأنساب والقبائل والشعوب والأقوام. فأقبلوا ينتسبون ويرفعون من أنسابهم حتى بلغوا سلمان. سلمان من إيران، سلمان مو عربي، مو من القبائل العربية. فقال له من أنت؟ كأنه كل هالمجلس كان مسوين حتى ينزلون من قدر سلمان. قالوا من أنت ومن أبوك وما أصلك؟ لأن اللي سألوا أشك في نيتهم، ما أجيب أسماءهم. فقال أنا سلمان بن عبد الله، أنا اسمي سلمان بن عبد الله، كنت ضالا فهداني الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكنت عائلا يعني فقير فأغناني الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت مملوكا فأعتقني الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حسبي وهذا نسبي. أنت ابن فلان واحد كافر زنديق شراب خمر سابقا تفتخر بجدك الأعلى، شو قيمته؟ أنا هذا حسبي وهذا نسبي. ولما أخبر النبي اجى عند النبي قال يا رسول الله كذا، قالوا الجماعة، أقبل عليهم النبي وقال يا معشر قريش إن حسب الرجل دينه، دينك حسبك. مثل ما قرأنا هذا الشعر من الإمام علي، الناس من جهة تمثال أكفاء أبوهم وآدم والأم حواء، وإن يكن لهم ومن أصلهم حسب يفاخرون به فالدين والماء. إذا يريد تفتخر دمه أو بالأرض اللي يعيش فيها. يا معشر قريش إن حسب الرجل دينه ومروءته خلقه، أخلاقه جيدة، هذا عند رجولة عند مروءة، وأصله عقله. قال الله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال لسلمان، توجه النبي لسلمان قال ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل. شوف ذول اللي حجوا عليك واستهزؤوا بنسبك وحسبك لأنك مو عربي، لأنك مو من قبيلة بني أمية وأمثالهم، ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله، وإن كانت تقوى لك عليهم فأنت أفضل. إذا أنت تقواك أكثر أنت أحسن من عندهم، شو الحسب شو النسب؟ حقيقة هذه العنصرية التي هي سبب كثير من الحروب، كثير من الظلم والطغيان الذي يقع في الأرض، جذوره في النفس الإنسانية. وهذا لذلك كل إنسان مكلف وكل إنسان ممتحن، وكل إنسان رب العالمين يوم القيامة يحاسبه على ما في نفسه. يعني عندك كبرياء ترى نفسك أفضل وأحسن في شيء ما لك دخل به، لون بشرتك، حجم عيونك، قبيلتك، عشيرتك، الأرض ولدت فيها، هذه أشياء ما كان لك اختيار فيها. إذن لا تمايز لك على الناس بهذه الأمور، ما عندك تمايز، هذه كلها جذورة في النفس. يجي واحد يفتخر بالقومية العربية مثلا، أو بأنه ولد في العراق ولو في قرية عوجة هو هم أعوج عائلته عوجاء، يجي يفتخر بهذا، يرى نفسه أكثر أكبر وأعظم، ومن ثم يميز نفسه عن بقية الناس. والذي يتخذ قرار الحرب فليقتل من يقتل، ما دام هو اللي يتخذ القرار خلاص البقية كلهم لازم يطيعون. هذه جذور هذه الحرب وين؟ في نفس صدام حسين. جذور كثير من الحروب، الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها 70 مليون من البشر ودامت 6 سنوات ويوم، هذه الحرب كانت بسبب أن هتلر كان يرى أنه هو أعلى وأنه من ألمانيا ومن العرق الألماني، من العرق الآري، وهذا العرق يجب أن يكون فوق الجميع، وشعارهم كان ألمانيا فوق الجميع. نفخ هذه الروح في الشعب الألماني فقتلوا من قتلوا ودمروا ما دمروا،
من البشرية 70 مليون. سببه هو هذا اللي رب العالمين ما يبين، يابا ما لك امتياز لأنك في ألمانيا جت الدنيا، أو من العرق الآري، أو من الشعب الإيراني، أو الشعب الفارسي، أو الأفغاني، أو شنو هذا؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تتعاونون، يكمل بعضكم بعضا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا تحاول تخدع رب العالمين، تقوى حقيقية رب العالمين يريد. ليش؟ إن الله عليم خبير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد.